ازيكم يا شباب، اتمنى تكونوا بخير. معاكم محمد جابر. النهارده يا جماعه هنعمل انبوكسنج للستاند دوت. ده يعتبر ارخص ستاند ممكن تشتري للموبايل بتاعك لو انت بتصور فيديوهات. فطبعا اشتريت الستاند ده. بس قبل ما نبدا في الفيديو، لو انت لسه مش مشترك في القناه انزل دلوقتي اشترك وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. ما تنساش دعم الفيديو بلايك لو عجبك. لو عندك اي اقتراح اكتبه لي تحت في التعليقات. طبعا الستاند بيقول لك هنا ان هو ممكن يشيل الكاميرا، لكن لو يعني ما انصحكش ان انت تحط عليه كاميرا عشان ممكن يوقع الكاميرا او ينكسر، لان الستاند كله من البلاستيك. تعالوا نفتح بقى العلبه. زي ما انتم شايفين كده هنلاقي جواه الستاند على طول. طبعا لو انت عندك كاميرا صغيره في او خفيفه في الوزن ممكن تحطها عليه، لكن ما انصحكش ان انت تحط كاميرا تقيله زي الكاميرا اللي انت شفتها على العلبه بتاعت الستاند. طبعا بيطلع لك بقى الستاند وبيجي معاه الحامل اللي بيمسك الموبايل. بس كده كده يعني هو دي كل محتويات العلبه. طبعا يا جماعه الستاند ده بيتباع على سوق.com بتقريبا ب 28 جنيه او 30 جنيه حاجه زي كده، لكن انا اشتريته من المحل ما اشتريتوش من سوق.com عشان دلوقتي هيجيلي عليه 21 جنيه حق التوصيل. فيعني يعتبر الستاند هيجيلك حاجه ب50 جنيه. فانا طبعا حبيت ان اشتري من محل ارخص، لانه من المحل طبعا انا شاريه بخمسه وب 30 جنيه بس. يعني الستاند جميل جدا وهيوصلنا طبعا اقل من ما انا كنت هشتريه على سوق.com. طبعا زي ما انت شايف كده الستاند كله كامل من البلاستيك، فالخامه بتاعته لا سيئه ولا كويسه، يعني الخامه عاديه جدا متوسطه. وده طبعا الراس اللي انت بتحط فيها الموبايل بتربط طبعا كده. طبعا يعني لو انت عندك كاميرا ما انصحكش ان انت تشتري الستاند ده. في ستاندات تانية بتكون افضل كتير للكاميرا، لان الستاند ده يعني ممكن لو انت حطيت عليه الكاميرا ينكسر او يكسر الكاميرا، والكاميرا طبعا لو وقعت وكسرت يعني انت كده هتبقى بتضيع فلوسك كلها على الفاضي. يعني انت تزود الفلوس شويه وتشتري ستاند افضل من ده. طبعا هنحطه بقى هنا كده على المكتب. طبعا الستاند ده يعني يعتبر مخصص للموبايلات فقط، وفي طبعا مفتاح هنا في الجنب. المفتاح ده مجرد ان انت بتحركه في الجهه الثانيه فبيبدا يحرك بقى الراس كده زي ما انت شايف، يحركها يمين وشمال فوق وتحت عشان تقدر تحط الموبايل بكل سهوله. طبعا هنا بقى نحط الموبايل عشان نجربه. زي ما انتم شايفين كده الموبايل محطوط على الستاند، تقدر بقى ان انت تميز يلو يمين وشمال وفي اي اتجاه. فكده الستاند شغال معاك كويس كده، بس طبعا تحاول ان انت ما تضغطش عليه يعني قوي عشان بس الستاند ده خفيف جدا وممكن يتكسر بكل سهوله. طيب يا جماعه وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمله بلايك. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. شكرا لكم على المتابعه. كان معاكم محمد جابر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.